السلام عليكم. بمناسبة زيارة وزير النقل إلى مطار أنت عتيجل مطار فرحات عباس، إذا نديروا جولة في هذا المطار ونعرفوكم بالمطار هذا اللي يعتبر حسب التصميم نتاع الواجهة الخارجية ثالث أفضل وأجمل مطار في الجزائر بعد مطار وهران والجزائر العاصمة، يعتبر مطار جيجل أجمل من ناحية التصميم وكذلك من ناحية الحجم. إن شاء الله تكون الخدمات في المستوى ويكون فيه تطوير للمطارات في الجزائر، يعني من ناحية الهندسية الأرشيتكتور لازم تكون يعني عصرية وتتماشى وتكون فيه إبداع في تصميم المطارات كأي المنشآت الأخرى كذلك، لكن المطارات لازم تكون عندها، لأن المطار هو الأول وجهة لأي إنسان يجي للجزائر، أول يعني حاجة يشوفها في الجزائر هي المطار في أغلب الأحيان. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو اللي عرفنا بالمطار نتاع جيجل. إذا هو السلام عليكم.